عقاب وحصار جماعي لشعب إقليم كردستان، هكذا ردت حكومة الإقليم على قرار الحكومة الاتحادية إلغاء الملاحة الجوية في سماء كردستان بعد أن دخل القرار حيز التنفيذ مساء الجمعة الماضية. مطارا أربيل وسليمانية بديا خاليين تماما من المسافرين الذين سارعوا إلى مغادرة الإقليم قبل انتهاء المدة المحددة. بغداد دافعت عن قرارها بأنه إجراء دستوري وفق السياقات الدولية المتعارف عليها، وسيبقى سار المفعول لحين نقل إدارة المطارين إلى السلطة الاتحادية، فيما اعتبرت أربيل القرار مجحفا وخرقا للقانون والإنسانية تجاه الأكراد بذريعة فرض السلطات الفيدرالية في البلاد. تحت هذا الضغط ونتيجة للخسائر التي تعرض لها الإقليم جراء توقف حركة السياحة، كشف مصدر في برلمان كردستان عن توجه لإصدار قرار بالموافقة على تسليم موانئ الإقليم الجوية للحكومة الاتحادية بعد المرونة الواضحة التي أبداها نواب الاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي الكردستانيين تجاه القضية، والذي حظى بقبول الأغلبية حسب تعبير المصدر، فيما خالف هذا التوجه تصريحات وزير النقل في حكومة الإقليم بعدم قبول مجيء أي شخص من المركز إلى مطارات كردستان. وسط هذا التضارب بالتصريحات، نقلت مصادر صحفية عن شخصيات مقربة من رئيس الإقليم مسعود البارزاني تحرك الأخير للبحث عن وساطة تخرجه من أزمته الحالية مع بغداد ودول الجوار وتوقف الإجراءات العقابية بحق الإقليم، ولعل مبادرة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني ونائب رئيس الجمهورية أياد علاوي لحل الأزمة بين المركز والإقليم فرصة للبارزاني للخروج من عمق الزجاجة التي وضع نفسه فيها بإصراره على إجراء الاستفتاء، مبادرة لاقت ترحيبا من قبل برلمان الإقليم، كما وطالبت أحزاب كردية البارزاني الرد بإيجابية على المبادرة لتفادي وقوع الكارثة.